إذن نبدي بالسؤال الأول، ركز وياي واسمع السؤال جيدا. اذكر وظيفة يلتقي صاحبها بكثير من الأشخاص الغرباء. عامل الاستقبال، ريسبشن. اذكر شيء ممكن أن يضاف على الشاي. الماء. سمي شيء يفتش عنه الناس وقد لا يجدوه إلا نادرا. الموبايل. أعطني اسم امرأة يبدأ بحرف الدال. دلال. حدد مكان يذهب إليه الأعزبون وتحسدهم عليه. السينما. شكرا.